بطولة غالية جدا جدا على جمهور النادي الأهلي، تعبتوا واجتهدتوا، ربنا كرمكم الحمد لله. قول لي إحساسك إيه في أول دقيقة في الماتش؟ كنت حاسس يا حسين أكيد إن إحنا نرجع بالبطولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله. والله اسأل رومي، يعني إحنا كلنا من بعد المباراة اللي هناك إحنا عندنا ثقة إن إحنا هنيجي نكسب هنا البطولة. يعني دي فعلا والله العظيم، يعني مش هقول لك من أكتر البطولات فعلا اللي إحنا بعد المباراة اللي فاتت، سيبك أهو التنشنة وبتاع، إحنا تاني يوم إحنا كل اللعيبة عندها اللي هي هتكسب البطولة فعلا، كله كان واثق ان احنا ناخد البطوله هنا. فالحمد لله يعني ربنا كرمنا هنا وقدرنا ان احنا نكسب وقدرنا ان احنا نكسب هنا في دي حاجه. انت واثق انك هتجيب جون في اي وقت؟ سبحان الله. اتكلمنا هنكسب يا جماعه، والله واحنا بنتكلم كده هنكسب يا جماعه ان شاء الله، والله هنطلع كسبانين من هنا، مفيش حاجه تاني ان احنا هنكسب بس. فالحمد لله والله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نكسب، فدي الحمد لله دي اهم حاجه، ويعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ويديم علينا ان شاء الله. النجاح ده يا حسين بتشوفه من العلاقه الطيبه جدا باللعيبه، كباتن اللعيبه اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش، وده بنشوفه في العيون. النجاح ده بينسب للكل، ما بينسبش فرد واحد، عشان كده قلت اللبس هي سر النجاح للنادي الاهلي. طبعا طبعا طبعا، ما فيش حد هنا بيقول لك ان انا اللي خدت البطوله او رامي اللي خد البطوله ولا ده، لا النادي الاهلي هو اللي خد البطوله، لعيبه الاهلي هي اللي جابت البطوله، كل واحد هو اللي بيزود كده، وكل واحد هو اللي عنده كده عارف اللي هو اللي هياخد البطوله. حسين انت البطوله الثالثه ليك بالنسبه لك، هو عايز ثاني يعني، هو ما شبعش وعايز ثاني، عايز الفرحه بتجيب فرحه والمكسب بيجيب مكسب والفوز بيبقى عايز يجيب اكتر، وعايز يحضر كاس عالم اللي جاي الانديه، وعايز يموت نفسه وياخد بطوله كمان عشان ولاده وعشان نفسه. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، فرحه كبيره جدا جدا جدا. قلب الاسد حمدي فتحي واحد من اعظم اللعيبه الحقيقه اللي دخلت النادي الاهلي بروحه وباصراره وبشخصيته وكتبته الكبيره، مشهد عظيم الحقيقه. اوه اهلاوي، اوه اهلاوي، اوه اهلاوي، عاش يا رجاله. والله حمدي ببارك لك وبارك لكل اللعيبه الرجاله، بطوله واحده من اصعب البطولات، لكن زي ما بقول قيمة النادي الاهلي كبيره جدا، انتوا لعيبه كبار حققتوا حاجه الحقيقه، مجد كبير بيكتب في تاريخ النادي الاهلي. حابب تقول يا حمدي على البطوله العظيمه دي؟ الحمد لله. طبعا بطوله غاليه وبطوله مفضله بالنسبه لنا وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي والاداره والجهاز، تعبنا طول الموسم وربنا كرمنا النهارده بيها، وانت كنت شايف الظروف السنه اللي فاتت ان احنا يعني الحمد لله يعني، والحمد لله ان رجعت بيتها تاني، وان شاء الله السنه دي نفنش الموسم بقى بالدوري ان شاء الله، ويكون موسم خير علينا كلنا يعني الحمد لله يعني. بس الحسين ورامي قالوا لي احنا من بعد المباراه الاولى كان عندنا ثقه ان احنا هنيجي هنا نرجع بالبطوله، ده يرجع ليكم بقيمتكم الكبيره بوعيكم وبذكائكم. قول لي الكواليس حمدي كانت ازاي، لان كانت مباراه صعبه جدا من البدايه بالنسبه لك. بص هقول لك حاجه، انت في نادي الاهلي انت بتلعب لاخر دقيقه ودايما لازم تبقى مركز، حتى لو جه في جون في الاول احنا كنا حاطين اي سيناريو حاطينه في دماغنا، وربنا يعني احنا كنا متوقعين ان ربنا يكرمنا، عشان احنا طول الموسم من اول موسم واحنا تعبنا جامد، وربنا بيكلل مجهودنا بالفوز بالبطوله دي، وان شاء الله نحتفل بقى النهارده كده والفتره اللي جايه دي، ونركز بقى ناخد الدوري ان شاء الله، نحسم الدوري بدري، وان شاء الله يعني اي بطوله السنه دي تكون في النادي الاهلي يعني. مبروك حبيبي. لازم اروح نجم نجوم النادي الاهلي وهقول له زي ما جمهور النادي الاهلي بيقول يا هنانا ساعدنا علي معلول، عندنا دموعك غاليه جدا علي على كل جمهور النادي الاهلي وعلى كل محب للنادي الاهلي، لان انت الحقيقه واحد من الشخصيات العظيمه اللي دخلت النادي الاهلي، مجهودك باين، اصرارك باين. حابب تقولي الاول على البطوله الغاليه جدا جدا دي علي بالنسبه لك؟ مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، خصوصا ممكن نكون عشت اسبوع صعيب شويه، خصوصا بعد شويه التصريحات اللي انا كنت مقصر في المقابله الاولى، اللي انا كنت سبب من الهدف اللي تقبلناه، لكن الحمد لله كان فما كلام كبير من المدرب، كانت فما اجتماعات انا والمدرب واللاعبين كانوا مديني ثقه كبيره انه يكون الهدف اللي باش نسجلوه هنا في المغرب من قدم نتاعي. الحمد لله اليوم بطوله غاليه من كازابلانكا، خصوصا بعد ما خسرنا البطوله السنه اللي فاتت، لكن روح الفريق والاصرار والعزيمه انه ننتصروا، الحمد لله بطوله غاليه تنضاف للدولاب النادي الاهلي وللمجموعة هذه اللي قاعدة تعمل في إنجازات كبيرة برشا، إن شاء الله القادم أفضل. مبروك للنادي الأهلي مرة أخرى للتتويج، إن شاء الله تونا نطويو الصفحة هذه ونركز إن شاء الله على الدوري، نحاول نحسم الدوري في أقرب وقت باش إن شاء الله ناخذوا العام السنة لكل البطولات الممكنة إن شاء الله. كريم كلمك ولا لسه؟ كلمته أكيد أكيد، كان متوقع أنه اليوم باش ننتصروا، الحمد لله بطولة غالية غالية جدا،
خصوصا هنا في المغرب كنا شفنا انه فريق الوداد كان متاكد انه هو باش ينتصر، لكن الحمد لله خبره اللاعبين. اقسم بالله احسن باك رايت في التاريخ مصر، باك رايت باك ليفت، اقسم بالله احلى باك ليفت في التاريخ. معلش الفرحه نسيتني، اقسم بالله احسن باك ليفت في التاريخ مصر، اقسم بالله. مبروك يا لولو، مبروك يا حبيبي. الحمد لله، الحمد لله، الف مبروك للناس كلها. حبيب حبيب جمار، حبيب مبروك يا حبيبي. فمجموعتنا روح ممتازه ما بين اللاعبين، كل الناس كل نعيشوا كعائله واحده، وهذا سر تفوق المجموعه هذه. ان شاء الله ديما موجودين على منصات التتويج ان شاء الله. الله يبارك فيك. مستمرين مع كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي العظيم، فرحه عظيمه جدا بالتاكيد. هم دول الرجاله وهم دول لعيبه النادي الاهلي. عايز اروح لنجم نجوم النادي الاهلي الحقيقه كابتن عمرو السوليه، تستاهلوا كل خير يا عمرو الحقيقه، مجهود كبير، اصرار، تصريحاتك كانت مهمه جدا الحقيقه في البدايه، قلت هنلعب قدام اي جمهور هنرجع بالبطوله. حابب تقول ايه على البطوله؟ حابب تقول ايه على البطوله الغاليه؟ فرحه كبيره جدا لان بطوله صعبه الحقيقه، وفعلا يعني زي ما بنقول عندنا لعيبه رجاله بشكل كبير قدرتوا ان انتوا تحققوا. حابب تقول ايه يا عمرو؟ الحمد لله طبعا، يعني بشكر الجمهور اللي كان موجود النهارده واللعيبه كلها رجاله وعلى قد المسؤوليه. من واحنا في مصر وقلنا ان احنا هنيجي هنا وهنكسب وهناخد البطوله، الحمد لله اللعيبه كلها عملت اللي عليها ومحدش قصر، ورجاله النادي الاهلي دايما موجوده في المواقف الصعبه. دوركم كان مهم جدا، اللعيبه الكبار اتكلمتوا مع بعض مهما كانت الظروف والجماهير والهتافات، كل الامور دي كانت منسيه، هو هدف وحيد ان احنا نرجع بالبطوله. خلاص يعني احنا السنه اللي فاتت كل الناس شافت اللي حصل، اتظلمنا السنه اللي فاتت، كنا جايين السنه دي وعايزين ناخد البطوله قدام اي جمهور قدام في اي ملعب وفي اي مكان، الحمد لله على قد المسؤوليه. احنا على الهواء كهربا، تستاهل كل الخير واللعيبه كلها تستاهل كل الخير. اجتهدتوا بشكل كبير جدا جدا جدا، بطوله غاليه، فرحتك النهارده كانت مختلفه، انا مش عارف ليه، انت اللي هتقول لي فرحتك النهارده كانت مختلفه ليه. حابب تقول يا كهربا على الفوز العظيم جدا وعلى الميداليه الغاليه جدا جدا عليكم. نبقى كده عشان نشوف ايه عرب افريقيا. الحمد لله فضل ونعمه من ربنا، يعني اللعيبه دي كلها والجهاز الفني تعبوا، والجمهور اللي جاي ورانا دوت يعني تعبوا بصراحه، واحنا يعني ما كانش ينفع ان احنا نخسر ابدا، وربنا كبير وربنا كريم. والله يمكن الواحد كان بيتامل قبل الماتش ده، واللعيبه كلها كانت بتتامل، كناش بنعرف ننام عشان نكسب الماتش دوت، عشان كده كنا فرحانين. والحمد لله يمكن حاجه بالنسبه لي خاصه جدا ان انا كنت بعيد قوي ورجعت شهر واحد واخد كاس مصر وكاس السوبر وبطوله افريقيا، والحمد لله يعني بشكر ربنا ان انا شاركت وتعبت في الماتشات دي كلها، وربنا ما ضاعش تعبي، وبشكر ابويا وامي واختي واخويا على تعبهم الفتره اللي فاتت دول معايا، وجمهور النادي الاهلي على دعمهم، وبشكر طبعا مستر كولر والجهاز الفني كله على مساعدتهم ليا واللعيبه اخواتي. والنهارده كنت فرحان زياده عن اللزوم بقى، لان انا لعبت 3 نهائيات مع النادي الاهلي، الحمد لله خدتهم ال3 نهائيات، وبالنسبه لي 3 افريقيا دي حاجه كبيره قوي، يمكن كنتش احلم ان انا اخد 3 افريقيا مع الاهلي 3 سنين، وبهدي الكاس دوت طبعا لجمهور النادي الاهلي العظيم ولابويا وامي واختي واخويا ان شاء الله.